هو فيه برنامج هام بين الدولتين في عدة قطاعات، منها قطاع السياحة من أجل تنمية المناطق الحدودية، من أجل تحسين ظروف معيشة الساكنة في هذه المناطق، من أجل استحداث الثروة والشغل في تلك المناطق، من أجل فك العزلة عن تلك المناطق، ومن أجل كذلك تعزيز ظروف حسنة للحياة بتلك المناطق، وهذا ما يدعم ويعزز أمن واستقرار الشريط الحدودي، واللي يكون من خلال هذا التعزيز دعم قوي قلت للتواصل الإيجابي والجيد ما بين البلدين.